ايه سب ها صورة المنافقون اكبر من صورة الكافرون؟ طيب مبارك. طيب وصورة المنافقون اكبر من صورة الاخلاص، يعني ايش افضل؟ يلا دخل لك المفتي مالك. يلا المفتي مالك دخل. سلم قصده الفرق بين المنافقون والكافرون. صورة الاخلاص لان شيخي لا صورة الاخلاص لان فيها توحيد. صح سورة الإخلاص لأن هي معروفة فيها توحيد وهي تعادل ثلث القرآن، فمن قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله. مشكلة خوفك أنه يكون مفطر ويأثم على ذلك، لأن يعني مشكلة قاعد يتحتار زي ما قال أبو عبده. يا أخي اليوم وأنا أسوي رياضة أبو محمد وأنا أمشي قبل. أنت تدري أنك أنت تاكل حبة بدون ما تسلك لها بماي ولا شيء، أنها تلزق في جدار المعدة وأنا ممكن تسبب لك قرحة. يعني وإياك أن تاكل الدواء بدون ما تشرب ماي وتبلع الحبة وتسلكها بماي. والله أعطاك رخصة ما استفدت منها. والله أعطاك رخصة يعني لا رخصة. ما على المريض حرج. لك أجر إذا أفطر لك أجر من الحبة صدق شيخنا. له أجر إذا أفطر لأنه مضطر ومريض وإن شاء الله يتقوى على العبادة بعدين يفطر صح. ويقضي في بس أنا بالعمر نشب حلقي سألت نطوع رقدته في الحيتة قلت له شيخ أنا عطش يصير أفطر؟ قال لي وتؤجر. قلت له بس سبحان الله وديك وأجر ما يسمى. كنت مسافر يعني إيه كنت بالعمرة بالسعي. ليس من البر الصيام في السفر. يا سلام يا شيخ الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بنصومه بعد رمضان مع بعض صومه مع لا كيف عادل الله يسلمك. الحين البعض إذا يسافر طريق بر إيه أو جو يقول لك أنا بكمل صيامي، بس البعض يقول لك لا لازم تفطر تؤدي رخص الله يعني مسموح لك. البعض يرجع يقول لك لا إحنا الحين يعني عندنا مكيفات والسيارات مكيفة والطيارات مكيفة، فيقول لك أنا مرتاح فليش أفطر؟ فأنا سؤالي للشيخ إذا أنا في هذا الوضع هل أخذ رخص الله ولا أني أنا أثم على هذا الشيء؟ المستحب لك طال عمرك هو ليس واجب أو حرام، المستحب أنك تفطر تأخذ برخص الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر وتقضي. لكن طال عمرك إذا واحد صام وهو يستطيع كيفه؟ ما نقول له لا لازم تفطر. لازم لا 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 مش لازم. لكن أنا أقول لك أبو خليل لحظة شوي إبراهيم، أبو مشعل يوم سافر قبل الفطور بنص ساعة. لا أبو مشعل باقي نص ساعة ويأذن في قطر، طارت الطيارة رايحة وين؟ لندن. طبعا الشمس تغيب، هو كل ما يروح جهة لندن كل ما الشمس تكون صاحية. لحن هذا يفطر والشمس صاحية ولا يفطر على قطار توقيت قطار؟ ايش يا شيخ؟ الرخص حاليا والله اعلم انه يقدرها بقدرها. يعني مثلا هو في فوق كل دولة بعد ما اذن لا يقدرها بقدرها، ما يقدر يصوم اكثر من مدة الصيام، يعني مدة الصيام 16-17 ساعة في لا. بعض الدول ما تغيب عنها الشمس لا. فتقدر لا بقدرها لا 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 اليوم بالحسب وقتكم محمد بالحسب ظهر ايه قلت له ها بتصوم ولا تفطر؟ قال لا نكمل صيامنا ليه الحدود. قلتكم راجعين ولا رايحين؟ قلنا رايحين. قلت له على سفر افطر بو مبارك. قال لا تكلم عاجل مو قدام العالم تقول انا بس ما فطرت. لا ما فطرت تكمل يجوز ترى حتى لو لا لا بس هو كمل قال لي باقي شوي على ذا خلنا نكمل الله يجزاه خير. ما علق التيس؟ تكلم من ابنه شيخ لا دقيقة مبارك انت فعلت خلاف الشيخ بن باز افطر في السفر وبيسوي دراسي مسوي نفسك مطوع يعني وجاينا تعبان صايم جالري لفيت موجود في باريس. طبعا هذا يعتبر الثاني او الثالث في العالم. هذه من السيارات الجميلة الفندر هيل. يا حياك الله ابو محمد، اليوم هي اخر جمعه في رمضان 1445، اسال الله ان يعيد علينا وعليكم بالصحه والسلامه والعافيه. واخر ساعه من نهار الجمعه ونحن صائمون وعند الفطر، اسال الله ان تكون يعني موضع اجابه دعاء
وأنا أحث الناس على الدعاء. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم بارك لنا في أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا، اللهم إنا نسألك أن تعطينا حتى ترضينا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نرجوك أن تعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم ارزقنا الفردوس بلا حساب ولا عقاب، وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف الكثير أبو محمد إذا جاي يسلم على بعض يعني ما يتصافحون، يعني المصافحة كيف؟ باليد، المصافحة باليد، اليد بالكف مع الكف. إيه، والمعارضهم يسلم كذا بالكتف أو يسلم من بعيد أو يسلم كذا، لا يعني لابد المصافحة من السنة. كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا، وإذا جاء من سفر تعانقوا، يعني العناق اللي هو ما يسمونه الناس اللي هو السلام. أيوه. وكان في الحديث بالأحضان. نعم، والحديث ما من مسلمين يتصافحان حيث يلتقيان إلا غفر الله لهما وهذا وعد عظيم وخير كبير، في الحديث الصحيح. يعني كل ما ألاقي صديقي يعني أحضنه هذا مصافحة. بعد سفر وكذا بغيب. تتساقط الذنوب. يعني عني وعنا ولا؟ طبعا عن الجميع، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. هذا يعني من السنن المؤكدة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ما تروح تسافر الحسا وترجع شوي؟ بغسل يدي الحين بصافحك وبعانقك. يا مرحبا يا أبو بندر. يا مرحبا. أبرك الساعات، الله يطول عمرك ويسلمك. الله يحفظك. الله يطول عمرك. يهينك، أكرمت، الله يكرمك. الله يسلمك ويطول عمرك. الله يبارك لك في بندر وإخوانه. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. يا مرحبا يا مرحبا. شرفنا بالسلام عليك. الله يسلمك ويطول بعمرك. الله يجعله ما تحق عليك يا حبيبي ويطول بعمرك. الله يسلمك، الله يبارك فيك يا شيخنا ويطول بعمرك. بمصط لما بتطلب شيء. الله يجزاك خير، الله يكتب اجرك. الشيخ عبد الرحمن، هلا والله ابو محمد. قريت ايه في التراويح عن عن ذاك اللي توفاه الله واحياه بعد عام. نعم، بعد 100 عام. 100 عام عفوا. 100 عام. كيف ايش تقول الايه؟ سبحان الله. نقراها نرتلها. اي يا ريت والله يا شيخ. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. يعني إحنا بكرة لو نموت بالنسبة لنا يوم واحد نقوم إلا القيامة؟ الله أعلم بذلك أبو محمد، لكن هي يعني مثل الحلم للنائم، هذا ما قالوه بعض العلماء أن الموتى اللي مات قبل 1000 و2000 وكذا كأنهم سبحان الله سواسية، كأنهم في منام وأقاموا. يعني إحنا إذا الله أخذ أمانته بعد عمر طويل على الطاعة، بعد عمر على الطاعة طبعا حسن الخاتمة يا رب، نصحى خلاص تقوم يعني نشوف خلاص على الصراط المستقيم. يا رب نكون من المنعمين واللي البعيد عنا وعنك من المعذبين وكذا، ولكن كلهم يعني يتكفل الله بوقتهم، ما يعني اللي في نعيم يمر عليه سريع، لكن اللي في جحيم أسأل الله أن يعني يكفينا الشر، قد يمر عليه العذاب يحس به. يعني هذه حياة البرزخ التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. كل الشكر والتقدير للعميد الركن بدر بن ناصر الرسمان العجمي الملحق العسكري في سفارة دولة الكويت في قطر. الله يبيض وجهك يا أبو ناصر ويطول بعمرك. شكرا على هالبوكس الجميل.